السلام عليكم، مرحبا بكم معايا من مطبخ ام رسلان مع وصفه جديده اليوم اللي هي سجائر محشيه بالبيشاميل والجاج ولا لي سيجار سالي. باش نديرو هاد لي سيجار اول شيء واش نحتاجو؟ نحتاجو العجينه. العجينه هنايا كما راكم تشوفوا وجدتها وخمرتها. العجينه واش نحتاجو؟ عندنا 250 غرام فارينه بمغرف صغيره تاع مغرف متوسطه، يعني ما هي صغيره ما هي كبيره، خميره ومغرف سكر والملح حسب الرغبة. تلمي بالماء الدافي، تلميها برك ما تحتاجيش العجن وتخليها تخمر. انا كما راكم تشوفوا خليتها ضعف حجمها هاي ليك. ونحتاج صلصة بيشاميل كنا حضرناها مع بعض هنايا، خلي عقدتها بزاف خطرتها بزاف لاني نحتاجها جامدة. ونحتاج الجاج هنايا، الجاج رحيته وتبلته ملح فلفل كحل وموطارد، وقطعت بصلة ما رحيتها مرحيتها، يعني درتها كاريات وحمصتها كيما ندير الفيونداج، هي حمصتها في شويه زيت من بعد لحت عليها هذاك الدجاج والسنينه تاع الثوم وطيبتهم كيما راكم تشوفوا. ونحتاج لهذا لي سيجار، هنا تحبي ديري هذو ولا ديري هذوك الاقماع والبيض باش ندهن به. اول شيء واش راح نديرو؟ راح نحلو العجينه تاعنا. هنا العجينه ما ديريهاش طريه بزاف وما ديريهاش يابسه، راح نحلها. حاولي تحليها ما تحليهاش على شكل دائري. هنا اذا شتيها تلصق لك ديري شوي فرينه، انا راني تلصق لي راح ندير شوي فرينه. هنا بعد ما حليتها كيما راكم تشوفوا رقيقه، يعني ماهيش خشينه بزاف لانه من بعد راح تخمر. راح نقصها لشرائط، انا عندي 12 قمعه راح ندير 12 شريط. هنا الشريط ديريه عريض. علاه ديريه عريض؟ لانه من بعد كي تبدا يتلوي على هذا السيجار كي تجبدي راح تولي ترقاق، يعني كي ترقاق تولي سواسوا مع القمع مع السيجار. هنا نجيب السيجار تاعي ونبدا نلوي عليه العجينه. هنا كفاه ديري، ابداي العجينه حطيها هكا، من بعد كي تبداي تلوي يعني حطيها على النص تاعها قد قد باش من بعد كي تخمر وتطيب ما يتعرالكش الكورني هاك. هاوليك راني نحط على النص قد قد، واذا خفتي يتعرى لك السيجار تاعك ادهني بالبيض ولصقي هانيك. نزيد لكم وحده. بعد ما كملتهم حطيتهم كيما راكم تشوفوا بلاطو، درت عليه ورق الزبده ورق الطهي، راح ندهنهم ودهنته باش نضمن ما تلصقليش. راح ندهنهم هامليك، دهنتهم ودرت حبيبات كنت درت عليهم سينوج وحبيبات درت عليهم جلجلانيه، كل واحد واش يحب يدير يدير. تحبي تخليهم هكاك بلا جلجلان وبلا سانوج نورمال. راح اللحم يطيبوا في درجة حرارة تكون عالية لأنه ما فيها لا حشوة لا والو، لا بات راهي رقيقة باش طيب لنا مليح وما تيبسش، يعني يكون ديريها في درجة حرارة ما هيش عالية راح تطولك في الطياب وتيبس. هامليك بعد ما خرجتهم من الفرن كما راكم تشوفوا راهم يطيروا ما يلصقوهمش لاصقين بزاف، يعني ما لصقوش مش لاصقين بزاف. هامليك خفاف لي سيجار يطيروا بكل سهوله، يعني ما يتعبوش. ها
ما مسخونين. بمجرد انك تدزي السيجار تاع الحديد راح يخرج الضوء، راهو سخون. من جهه راح ندير الدجاج مع البيشاميل، راح نخلطهم. شوفوا البيشاميل كيف راهي شاده روحها. نحط عليه هذاك الدجاج. تحبي تضيفي اي نوع من الاجبان ولا تضيفي لها اي نوع من الزيتون راح يجي مليح. نخلط، ندخل البيشاميل، الدجاج في البيشاميل. نجيب زيتون ونقصوا القطع صغيرة ونلوحوا عليها. هنا يعني ما كانتش في الوصفة، على آخر لحظة وحبيت نزيد زيتون. كما قلت لكم أي نوع تحبي تزيديه، الأسود ولا الأخضر ولا المتبل. ما نكثرش لانه مالح، زيد حبه وصاي. هنا البيشاميل راني مدايره فيها الجبن، يعني ما نحتاجش نزيد الجبن فيها. اذا حبيتي تزيدي لها الجبن الابيض زيدي لها، انا كنت لوحتها في البيشاميل. نجيب بوش ونفرغ فيها هذا الخليط. لادوي اللي راني مدايرتها ها هي كي كيفاش. بعد ما عمرتها نجيب السيجار ولا راح نحاول نخرج الحشوة على الجهة هذه. إذا ما خرجتش كيما درك دوري هكا هايليك، دوري وزيدي عمري على الجهة هذه. من بعد نجيب الجبن المبشور هكا، يعني يشبهوا لي مونشون تاع لا بات فيتي. نزيد حبه كيف كيف، نحط ونحاول اني نخرجها هاي لي كيما هنايا. اي خرجت على الجهه هذيك، نزيد نخرج شويه باش تحكمني الجبن المبشور. مايلك راح نكملهم من بعد نشوفهم واجدين. هامليك لي سيجار واجدين بعد ما طيبتهم كيما شفتوا، حشيناهم مع بعض راهم طريين. هامليك كنت درت لهم الجبن المبشور في ليكوتي، راح نحل لكم وحده تشوفوها. عليك لاباط طريه مخمره مليح.
هذه هي الطريقة والوصفة تاع اليوم. اللي عجبتها الطريقة والوصفة ما عليها غير دير جيم الفيديو، اشتراك القناة، وإلى اللقاء مع وصفات وفيديوهات جدد إن شاء الله.